لا شنو وقع بعجاله انت هي كاريه واحد الدار لشي ناس كاريه لشي ناس وهذوك الناس اسيدي السيد اللي كاريه ندير مع كونطرا ما بقاش كيجاوبني هاد الايام هاد الشهر تقريبا لان الجيران عيط لي السانديك والجيران تيتشكاو الفوضى كاينه في الدار ما تعرفش محس ما ساكناش هنايا يعني ضروري من ناحيه هاد الناس كيدخلوا خروج دخل خرج يعني وصداع في الليل مهم كان ان طاباج نوكتيغن انا داكشي جيت البارح والبارح وعلمتها حيت مرتو بقات هنا هي اللي كانت كرات لشي وحده اخرين قلت لها تخرجي عليا هادشي اللي عندك وتخرجي انت تعطيني سوارتي قبيله قالت لي اجي لا نعطيك غنعطيك هذاك الشيء ما عطات حتى شي حاجه لقيت الناس ما بغاوش يخرجوا واحد هذه مرتو اللي جات من بعد عاد تزوجها من بعد حتى كريت ولا بشي عام من الاصل ديالو هو سينيغالي ايه هو باش تزوج شنو وقع مرتو ولات ملي هاد المشاكل كيعيطوا عليا الناس مرتو اللي دير المشاكل مرتو اللي كتجي كاريه كارات كريس كاريه الناس كاريه اليوم فوق كاري فوق مكاري ما بغاوش يخرجوا ما بغاوش يخرجوا اليوم شنو وقع صافي هادشي اللي كاين انا كنتسنى انا البوليس يجي صافي حنا خداو الاقوال ديالنا وقلنا شنو خصكم ديروا صافي هادشي اللي كاين واليوم دابا شنو غادي ديري غادي بالنسبه لذاك اللي كنتي كاريه ليه في الاول كتعيط عليه ما كيجاوبنيش ما كيجاوبنيش مراتو اللي كاين هنا وما كتقول لي راه سافر للسنغال ما عرفتش انا المهم ما تيقولوش الحقيقه المهم انت خليتي المسؤوليه عليك دابا انت راه ما عليك والو انت ما كنتيش عارفه لا ما حيت ما ساكنش انا هنايا صافي فوالا باش الناس حتى هما يعرفوا اذا هاد المشاكل ما عندك دخل انت في هاد المشاكل اذا هاد المشاكل اخويا تبارك الله عليك تبارك الله عليك شكرا اذا متابعينا الكرام من الولفه التدخل ديال عناصر ديال الامن الوطني التدخل ديال عناصر ديال الامن الوطني اللي فك هاد النزاع اللي حنا كنشوفوا يعني حتى الساكنه ديال منطقه الولفه كلها خرجات باش تشوف هذا المشكل هذا كيف ما روات لنا السيده هذه كانت صاحبه الشقه اللي وقع عليها هذا المشكل هذا بانها كانت كاريه لواحد السيد من اصول افريقيه جنوب الصحراء فاذا به من بعد كرا هو السيد اخر لا مرحبا يوتيوب شفتها في بيا ولا شفتها إذن عناصر ديال الشرطة متابعينا الكرام اللي كانت في هذه اللحظات هنا بمنطقة الولفة حول هذا المشكل هذا اللي وقع ديال الشقة السكنية اللي كانت كارية واحد السيدة واللي كتخلي المسؤولية عليها أنها كانت كارية لواحد السيد آخر من بعد ذاك السيد كراها الناس أخرين بحال ولات دار الدعارة مشكل كبير اللي استدعت تدخل العناصر ديال الشرطه بعد ما السيده حتى هي بدورها كتصوني على الناس وما بقاش كيجاوبها اللي كاري عن اللي كان كاري عندها في الاول اذا متابعينا الكرام عناصر الشرطه اللي باقيين في هاد اللحظات كيقوموا بعمل ديالهم واللي كان تدخل ديالهم صراحه في الحين فمع يعني الناس عيطوا للشرطه مع وصلوا بمنطقه الولفه فخذوا الاقوال ديال صاحبه الشقه ثم الان ياخذوا كذلك الاقوال ديال السيده الاخرى اللي كارية عند الناس إذن متابعينا الكرام دائما من منطقة الولفة ومشكل اللي وقع ديال واحد سيدة مغربية اللي كارية واحد الشقة السيدة السيد في الأول كان سيد قبل ما يتزوج من افريقيا الجنسيه من دول جنوب الصحراء بعد ما تزوج هذا السيد ناضت مرتو الافريقيه فبدات كتجيب
ناس اخرين حتى هما اللي كيكريو معاه واللي ساكنين معاه ولاو ساكنين معاها. وقع مشكل كبير. اذا تدخل ديال العناصر ديال الامن الوطني لفك هذا النزاع، وكانوا كياخذوا كذلك الاقوال ديال السيده ثم اقوال ديال السيده الاخرى اللي من اصول افريقيه. اذا متابعينا الكرام نرجعوا معكم بعد قليل التفاصيل الاخرى. الى ذلك الحين، الى